يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم خبز بالنخاله جدا لذيذ صحي وما يبي له كثره مقادير وما في اي زيت. المقادير عندي زي ما تشوفون هنا، عندي دقيق بر حطيت تقريبا كاس ونص دقيق بر، وحطيت معاه نص كوب بالاكواب المعياريه دقيق ابيض. اذا ما حبيتوا تضيفون الدقيق الابيض خلاص خلوه دقيق بر كوبين، بس انا حبيت انه يكون الدقيق الابيض يدخل شوي مع الخبزة ألذ واطرى شوي للخبز. وعندي هنا نخالة زي ما تشوفون، النخالة انا جايبتها من الدانوب، تلقونها في بعض الفروع مش كل الفروع عند المخبز، او ممكن تاخذونها من المخابز العادية على حسب المتوفر عندكم. وهنا رشة ملح وكمان ملعقة خميرة وموية دافية للعجن، بس هذه هي كل مقاديرنا. باخذ تقريبا من ملعقتين الى 3 ملاعق نخالة واضيفها للدقيق واخلطها، وباقي النخالة راح استخدمها للتغطية، يعني ما راح استخدم كثير، ما ودي انه يصير مرة يثقل لي العجينة. بخلط الدقيق الابيض مع دقيق البر مع ملعقتين الى 3 ملاعق نخالة، وراح اضيف لها الملح، رشة الملح، كل المقادير الجافة مع بعض. بعدين راح اضيف الخميرة. بعد ما خلطت الدقيق الابيض مع الدقيق البر مع النخالة مع الملح مع الخميرة، راح اعجنها بموية دافية. طبعا كمية الموية على حسب عجينتك، يعني الى ان تبدأ تلمعك وتصير عجينة لينة، ما بيها تصير قاسية. هذه العجينة بعد ما عجنتها تكون لينة بس ما تتلصق باليد، تشوفون شلون؟ بخليها بمكان دافي تخمر وبعدين نخبزها. هذه هي العجينة بعد ما اختمرت. طبعا لا تتوقعون انه العجينة بتكون عجينة البر بتكون زي اي عجينة بالدقيق الابيض انها تنفش بسرعة وتنفش كثير، لا، البر شوي اثقل، فاذا يعني شفتوها اختمرت بس ما اختمرت زي اللي انتم متعودين عليها، لا تشيلون هم ولا تخافون، هي كذا تكون لانها بر، البر ثقيل شوي. الحين راح اقطعها الكور عشان ابدا افردها، وراح افردها بالنخاله. زي ما تشوفون كورت العجينه كور صغيره وحطيت هنا النخاله. راح ناخذ الحين كوره ونحطها على النخاله، نفردها على النخاله كذا، نبططها اول شيء باليد بعدين يلا افرديها وبعدين نفردها. حاولوا انكم تفردونها زين وتاخذ الشكل الدائري، وخلوا النخالة تدخل فيها وانتم تفردون، يعني بعد ما تخلصون وجه ابدوا بالوجه اللي الثاني، يعني بحيث انه يجيها النخالة من جهتين، او اذا انتم حابين انه يكون جهة نخالة وجهة لا، اصلا هي اساسا العجينة فيها نخالة يعني، بس حلو انها تكون من برا. غطيت العجينة اللي هنا عشان ما تنشف علي. الحين بعد ما فردتها خلاص تحطون الوجه الثاني، انا احب النخالة من الجهتين، حاولوا تضغطون عليها وكذا جاهزة للخبز. بعد ما سخنت الخبازة حطيت الخبزة وغطوها، لكن بعد ما تبدون تشوفون انا بدأت الخبزة تتنفخ، حاولوا انكم ترفعون الغطاء علشان ما تحرق لكم السطح. زي ما انتم شايفين في هنا حرارة، فمع التنفخ تشوفون ما شاء الله شلون انتفخت، ولاحظوا انا شوي رفعتها علشان ما ينحرق الوجه، بس بنزلها تكة كذا عشان يتحمر بس شوي الوجه. الخبزة عندي ما شاء الله خلاص خلصت. طبعا بعد عشان هذه نخالة فلازم تنظفون الصاجة هذه عشان ما يخرب لكم الخبز، يعني الحين بعد كل مرة حاولوا انكم تاخذونها وبالمنديل تنظفونها. خلاص بعد ما نظفت الصاجة من النخالة، لأن النخالة إذا يعني مع الحرارة تسود وتخرب لكم الخبز الجديد. يلا نحط الجديدة ونغطيها. بوريكم اللي بعدها ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا خبزتها على درجة حرارة 3، ها إذا حسيتوها باردة شوي زيدوا الحرارة 3.5، بس لا تزيدونها قوة عشان ما تحترق عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا خبز البر بالنخالة زي ما تشوفون منفخ وسينة.
حلو مع الفطور مع العشاء مع النواشف، تقدمونها مع اللي تبون، لذيذ لذيذ وصحي وما بيلا دعواتكم وبالعافية. خليها شوي بعدين نقلبها يحس لكم الدنيا.